ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس الليبية عبد الرحمن غندور، ممثل خاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عبد الرحمن. لنبدأ بمليون من يعاني، نصف مليون، الخطر المباشر من الأطفال. إلى أي درجة بطبيعة الحال هذا الرقم هو أولوية قبل أن نتطرق لموضوع من هم بحاجة لمساعدات؟ السلام عليكم. أولا وعليكم السلام. اسمحي لي أن أتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا، متمنيا وقف تلك الاشتباكات لصالح جميع الأطفال في ليبيا وذويهم. الرقم نصف مليون هو رقم جميع أطفال مدينة طرابلس، لأن كل المدينة تتعرض للخطر. حاليا المناطق الجنوبية تتعرض للقصف العنيف، لكن الحركة تتغير من يوم ليوم، الجبهة تتغير من يوم ليوم، والنازحين يهربون من جنوب طرابلس لشمال طرابلس. وبالتأكيد الأطفال هم أول ضحايا من الجهة النفسية، غير الأضرار المباشرة التي يتعرضون لها مع تلك المعارك. صحيح، هذا الواقع. ما الذي تفعلونه حيال هذا الموضوع كمنظمة أمم متحدة؟ كمنظمة الأمم المتحدة نحن نساعد النازحين، نساعدهم أي ما كانوا، بالتحديد في المدارس. المدارس هي مراكز إيواء، حاليا فتحت أبوابها، ونساعد العيال التي نزحت من منطقة الجنوب إلى مناطق أخرى، وبالدعم النفسي وبتوزيع المواد الغذائية ومواد أخرى لمساعدتهم. وأيضا يعني بصراحة كمان نعمل في مناطق، في مراكز الإيواء، مراكز الإيواء الهجرة غير الشرعية، لأنهم كمان فيها كثافة سكانية قوية جدا، وهربوا منهم من بعض المراكز حراسهم، فاتجهوا المعتقلين من منطقة إلى منطقة ثانية، وظروف صعبة جدا جدا. فمشكلة المياه والصرف الصحي مشكلة قوية كبيرة جدا، خاصة للأطفال الغير مصحوبين بذويهم. ونشتغل في بالنسبة للمياه والصرف طب الصحي. وكل هذا بطبيعة الحال يعني يؤدي إلى أمراض، نتحدث عن أمراض أيضا بين الأطفال. تماما الأمراض، أولا في وباء نفسي هو الحصبة، وصل على كل مناطق ليبيا، وحاليا في عندنا 500 حالة في كل ليبيا، منهم أغلبيتهم تحت عمر ال 15. أكثر من ذلك مثل ما تفضلتي وقلتي، الأمراض خاصة في مناطق ومراكز الإيواء، الخطر الأول هو خطر الكوليرا، لأنه عندما لا يوجد مي نظيفة وصرف صحي غير ملائم، مرض الكوليرا ممكن أن يبدأ في بأي لحظة، وهذا خطر كبير للمنطقة وليس فقط للأطفال لكن للجميع. صحيح. هل هذا هو الخطر المباشر؟ يعني عندما حددت يونيسف بأنه نصف مليون في خطر مباشر، هل هو هذا الخطر المباشر، الأمراض وغيرها، أو نتحدث أيضا عن أوضاع أخرى؟ بالتأكيد الخطر المباشر الأمراض هو خطر مباشر، مشكلة المياه والصرف الصحي كمان خطر مباشر، لكن القصف والقصف العشوائي تحديدا هو خطر مباشر لكل أطفال طرابلس. طرابلس أينما كانت، القذائف تسقط علينا بطريقة عشوائية. والأمس عائلة كاملة منها طفلين كانوا في بيتهم، وسقطت قذيفة بدون تهديد، بدون سبب، على بيتهم، وكانوا مدنيين في منطقة مدنية. فالخطر هو فعلا خطر لجميع أطفال طرابلس. طيب بالمساعدات اللي ذكرتها بأنه هذا ما تقومون به، لنتحدث عن 2,600,000 طفل بحاجة لمساعدات، هذه المساعدات التي تقدمونها، ما المساعدات وكم العدد الذي تمكنتم من الوصول إليه كمقدرات لديكم؟ نحن نتكلم الآن عن كل ليبيا، والليبيا أكيد ليس فقط طرابلس، مع أنه الضغط هو اليوم على طرابلس، لكن في كل مناطق ليبيا في ضغط قوي على الأطفال، منهم أطفال موجودين في درنا، المعارك في درنا بعد موجودة، وفي مناطق داخل المدينة الأطفال يعانون كمان من مأساة كبيرة، وفي مناطق الجنوب التي نحن لا يمكن علينا الوصول عليها، لأنه مناطق بدون قانون، بدون أمان.
كمان يوجد صعوبات كبيرة جدا للأطفال. نحن نساعد الحكومة الليبية والمجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية الوطنية لمساعدتهم بالتربية لحتى يرجعوا الأطفال للسنة الدراسية الجديدة في 23 الأول أكتوبر بدون تأخير، ونساعدهم بالنسبة للمياه والصرف الصحي في المدارس، لأنه 60% من هالمدارس المياه مياههم غير ونساعدهم أيضا كمان في كل له علاقة بالتجهيزات ضد العنف ضد لا. الأطفال أو في المدارس أو في البيوت. نعم، أنا أشكرك جزيلا. من طرابلس الليبية عبد الرحمن غندور، ممثل خاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في ليبيا.